اخر مقطع نزلته غيرت سكن، ناس كتير عجبوا مسكن وناس تانيين ما عجبوا مسكن، صارت مخالفات ومناوشات، وعلى طول يتدخل علماء الارض عشان يفكوا المعضلة دي ويسوون سكن موحد. طلعوا بهذا السكن. والله ياني قبيح قبح. السلام عليكم، معكم القبيح شطور في مقطع جديد. في المقطع هذا ان شاء الله حنلعب سكاي وورز عشان ما لعبناها من زمان. وشكرا لكم جدا على المقطع الاخير، قربنا نخلص الاكسجين على كوكب الارض. فكيب جوينج شهيق زفير كمان في المقطع ده. شكرا لكم قاعدين تساعدون مقاطع بخوارزمية يوتيوب. اذا شاف يوتيوب مقطع فيه كومنتات كثيرة ينشروا كده، فهمتوا؟ فبس لايك وسبسكرايب وكومنت وشهيق زفير في الكومنتات، وخلونا ندخل الجيم. ما ادري شوفوا بنلعب هادي، اذا كنا فاشلين جدا في هادي بنروح لهادي. هذا المفروض انه اصعب، بس انه عشان ليفلاتنا خايسة راح يكون في ناس مناوب. اي ما لي دخل انا، تراني حاطيني مودريتر في الجيلد بس كده تشكل. اي كمان مو لازم نفوز يا عيال، قاعدين نلعب فور فن، مش لازم. فلا حد يتنرفز لو هذا خسرنا بطريقه غبيه. مرحبا. او كاي الماب ده يا عيال. او لا 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 لا، اوكي من مشيته احسها صدقوني ما هو. ايوه هاك بدايه مبشره بالخير. ما لاحظت شغله، كان على يسارنا كلب في الجيم اللي فات، وهذا الجيم كمان فيه على يسارنا كلب. هذا يعني انه اللي على يسارك كلب. اكتب لي في الكومنتات من اللي على يسارك، ودي اشيله بس انا متاكد اذا رحت له. هتعرفون ايش؟ تعرفون ايش؟ تعرفون ايش؟ اه اوكي نوب طلع، بس ابغى السيف حقه. ابى سيفه، ابى كنت ابغى بالسيف وكذا اتمنوب. مش زي هناك يا حنوة يا حنوة، شوفيني شوفيني انا هنا. عشان قبيح مس ما اعطيتني وجه، اصلا ما احتاج وجه، عندي وجهين. شوفوا هاي كاني شفت هنا واحد فأر هنا قاعد تبني لي، قاعد تبني لي، قاعد تبني لي. ما تستحي يا اخي، دولي الجيل ده جيل الايباد. او لا 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 لا، بالله بالله خلنا نكون اصحاب. شوفوا شو انا قاعد اقول، اشياء ما قد شفتها في حياتي. لا ماما، لازم اثبت نفسي للعالم، لازم ما اضل زي كذا. هم اللي يدور علي عشان اعطيهم وجه، مو بنا ادور عليهم عشان يعطوني وجه. طب ايش رايك تجي؟ لا بس لا تجي مره يعني كثير، ايش شويه بس. الله يحفظك ويسلمك، شكرا. او في حرب هنا، في حرب، لازم استغل الحرب واقتله. ايه قتلته، الحمد لله الحمد لله، سيطرت على كل اللي جابه. اوكي هنا اغراض حلوه، وهنا في سيف كويس. بيرفكتو بيرفكتو، هاي سمعتها. اي هير يو مزتي يا عيال. لا او لا او لا او لا، اوكي دي دي انتهى، لعبتكم سهله. هلو ذير هاو ار يو تو دوي. او يا عيال ابى اقتل ده، تعال اقتل ده بعدين اقتل ده، احتراف بعدين اقتل ده. هاي 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 هاي، ايش صار صارت اشياء غريبة. لا لا حد يجيني، حد يجيني. قتلت ثلاثة في مرة واحدة. ايش دائما لما ما الاقي لحد شيء، بطلت الاقي شو اسمه، الاقي سيف زي الناس في جزيرتي. ايش ده؟ هاي هلو بونجور هاو ار يو. كفو كفو، جاب لي سيف، جاب لي بس انه اوكي الحمد لله. احس انه طاح في الفايب. اوه هذا مات اللي ليفله 19، ما ابغى اقابله، والله ما ابغى اقابله. ابى دروع. كفو كفو كفو، في دروع. وبلبسهم هناك، البس ده وده وده، خلاص جي صرت مدرع. اوكي هذا مات، يس مات. انزل لي، تحسبني خايف؟ او هذا نفسه اللي شالني قبل شويه، بس ما حطلع الجيم كان خايس الارض. طاح في الفايت كمان، والله انه فاشل فشل ذريع. هي لا لا لا، اوكي كيف مات؟ ما ادري كيف مات، بس انه فزت الحمد لله. هذا بفضل ربي. تذكرت هذوك اللي يزرفون اموال الناس ومدراش، بعدين تلاقيه جايب لك مرسيدس كاتب فيه ورا هذا بفضل ربي. لا بالله الشيطان نفسه منصدم منك. بونجور. يا عيال انا ملقلق، شوفوا كيف، شفتوا انا ملقلق. في حرق قويه، لازم نشوف اللي متدمج. او لا 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 لا، لا تتدخل يا اخي، موضوع عائلي. او اسست كمان. لا 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 بالله، لا 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 يا عيال، انا ملقلك ولا هو هاك؟ بلا شوفوا لي. اوكي هو هاك، هذا اتوقع انه هارب من سيرفر سرفايفل. صدقوني مكانه ما هو هنا ابدا، مكانك مو هنا. روح ابني بيت ريفي. يا ليتني سقعته في هادي سنو بول. هي ايش قاعد يصير؟ هو قاعد يضرب الهولة. طب انا المفروض اللي ياخذ الكل، انا اللي كان المفروض ياخذ الكل.
كم واحد جاء ما مسوي دراما لنفسي. أو طلعت بسروال قوي قبعة قوية. أو بيضات هنا. أقدر أوكي ما أقدر. أو نايس. والله جاني دوار يا عيال من الذكريات. كايل قايل مابل فت. أتوقع هذا أول ماب لعبته في هاي بيكس الكامل. أتذكر زمان كمان إنه نقدر نحاول نجيب الكت اللي يكون فيها التطوير هذيك اللي تخليك تمشي بسرعة بالموية ونروح في النص وما أدريش نحاول نفوز. كنا نتابع عادل التميمي وهو قدوتنا في البي في بي للحين يعني. عادل التميمي رهيب بس إنه قاعد أتذكر الش اسمه. والله الحياة قصيرة تمر بسرعة. هلو بونجور هاو ار يو يا عيال يا أما فيها كت كثيرة. هذا هاك إيش ال ايش ده؟ شفتوا ليش انا احب العب بدواز بدل سكيوارد؟ تدرون للحين قابلت 3 هاكات. هاك معاكم هاك معاكم هاك مو معاكم. اوكي الماب هذا بقول لكم ايش اسمه بقول لكم حكاية عنه. تسوي كده بعدين تستنى ده ينزل او اذا ما نزل واضح انه بيبلع كيك. فاللي بتسويه انك تطلع له كده. انا مرة اسوي الحركة الصعبة دي. الله اني خطير. اخذ كل ولو انه فم اسد. اخذه يعني اخذ. امزح معك ما اخذه. لا 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 يا عيال. يلا خلاص من جد هذا اخر جيم. حنقضي على هذا. مسكين قام شغل موسيقى. لا 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 هذه كانت ضربة. لا خلاص انا ماني هنا. انا انتقلت الى رحمة. ما قتلته. طب كيف اطلع الحين؟ يس ليتس جو بكسر ستون بيدي. يس 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 لساتني قاعد كسرت. او هذه تعطيني بروتكشن 2 صح؟ يب بس هذه احسن. تعرفون ايش؟ او فزت. انا فزت. مين فاز؟ انا. كيف فزت؟ ما ادري. كنت اكسر الستون طوال الجيم. عزب تعدى قال مقطع. اتمنى اشوفكم المقطع. بس لايك سبسكرايب وكومنت. وكان مقطع بسيط جدا. وعدم اذا عندكم افكار دائما في المؤخر في الصف دائما في نهاية المقطع كده افقد الاتصال ما اعرف اتكلم. اذا عندكم افكار جيدة اقترحوا ليها تحت في الكومنتات. واشوفكم على خير وتصبحون على خير ومع السلامة. ادوس F5 زيادة وبطرش.